تنتظر جميع الجماهير الجزائرية المنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعدما بات قاربا من ضم العديد من نجوم جدد سيظهرون للمرة الأولى في معسكر مارس الحالي. وسيعود المنتخب الوطني الجزائري للمنافسة في شهر مارس الحالي عندما يواجه منتخب النيجر ذهبا وإيابا، ويطمح الخضر للفوز بثالث ألقابه في كأس أمم إفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسختي عامي 1990 و2019. ولتحقيق هدف التتويج مرة أخرى، قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف بقيادة جمال بلماضي بفتح خط مفاوضات مع عدة لاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة، وحقق الهيكل المشرف على كرة القدم الجزائرية نجاحات كبيرة في هذا الملف، حيث أقنع عدة لاعبين مميزون بحمل قميص محارب الصحراء، وضمت القائمة حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، وجوان حجام الظهير الأيسر لنادي نانت بجانب فارس شعيبي مهاجم تولوز، وأيضا بدر ديمبو عناني موهبة ناس الفرنسي فضلا عن رايان ايت نوري نجم ولفرهامبتون الانجليزي، وكيفن فان دين كيرخوف الظهير الايمن لباستيا. وتتواجد عدة اسماء اخرى على رادار المنتخب الوطني، بينها ماكسيم لوبيز لاعب وسط ساسولو، وياسين عدلي موهبة ميلان فضلا عن امين غويري هداف فوران، ورايان شرقي مهاجم ليون. وتأتي كل هذه التعزيزات القوية في إطار الاستراتيجية التي قرر اعتمادها الكوتش جمال بلماضي لقادم الاستحقاقات. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.